شكرا صبا. إذا دقائق قليلة تفصلنا عن افتتاح السوق السعودي، دعونا نلقي نظرة على أبرز المحركات التي قد تؤثر على تداولات اليوم بالتعاون مع بوابة أرقام. تراجع السوق السعودي للجلسة الثالثة على التوالي، سجل أدنى إغلاق منذ 3 أشهر. انخفض المؤشر العام بنسبة 2.7%، يخسر نحو 314 نقطة ويستقر فوق مستوى 11170 نقطة. السيولة ارتفعت بالمقارنة مع جلسة الأحد، سجلت نحو 7 مليارات و120 مليون ريال. جميع القطاعات أغلقت على تراجع، جاء على رأس هذه القطاعات قطاع السلع طويلة الأجل والذي انخفض بنحو 4%، قطاع البنوك أيضا انخفض بنحو 3.75%، وقطاع المواد الأساسية والطاقة تراوحت خسائرهما بنحو 2%. أما الاتصالات كان من بين القطاعات الأقل انخفاضا، تراجع بنحو 0.35%. معظم الأسهم أغلقت على تراجع، تصدرها سهم طيبة بالحد الأدنى 10%، فيما شملت المكاسب 14 سهما فقط، تصدرها سهم النايفات وذلك بعد تسجيله ارتفاع بنحو 3.17% في أول جلسة تداول للسهم بعد إدراجه في السوق الرئيسية. سجل مؤشر أرقام الذي يقيس حركة أسعار سلة من منتجات البتروكيماويات التي يتم إنتاجها في منطقة الخليج، سجل انخفاضا ب 1.14 نقطة لينهي الأسبوع عند مستوى 252.9 نقطة مقارنة ب 254.3 نقطة الأسبوع الماضي. تراجعت أسعار لقيم النفط هذا الأسبوع إلى مستوى 760 دولار للطن بانخفاض قدره 20 دولارا للطن عن مستوى الأسبوع السابق، وتراجعت معظم أسعار المواد الأساسية خلال الأسبوع، إذ انخفضت أسعار الإيثيلين والبروبيلين والبنزين ما بين 2 و3%. أما في أخبار الشركات، فقد أوصى مجلس إدارة أميانتيت بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 69% ثم زيادته عن طريق حقوق أولوية بقيمة 221 مليون ريال، وسيبلغ رأس مال الشركة بعد التخفيض 99 مليون ريال. وألمحت الشركة لأن سبب تخفيض رأس المال يأتي لإطفاء الخسائر المتراكمة، وسيتم إعادة هيكلة رأس المال عن طريق إلغاء 22.1 مليون سهم، حيث سيتم تخفيض سهم مقابل كل سهم ونصف تقريبا. ونبقى أيضا مع نفس أخبار تخفيض رأس المال ثم زيادتها، حيث ينتهي اليوم موعد أحقية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن المعدنية في حال موافقة الشركة على زيادة رأس المال، وستصوت الجمعية العامة غير العادية للشركة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من نحو 281 مليون ريال إلى 234 مليون ريال ثم زيادته إلى 354 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال. وتهدف الشركة لزيادة رأس مالها بهدف رفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة. كما عودناكم سنبقى في متابعة لجديد السوق خلال بقية نشراتنا لهذا اليوم. الآن عودة إليك صبا.